وفي ملف دعم غزة، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمه اللوجستي للأشقاء الفلسطينيين على أرض مصر. أطلق تحالف ومجلس الشباب المصري مشروع إطعام لمساعدة الأسر الفلسطينية العالقة داخل مصر. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبأ متطوع مجلس الشباب المصري اليوم 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في محافظات مصر. التحالف الوطني طبعا هو أحد أزرع الدولة للمسؤولية المجتمعية، وتحت التحالف بقى بعض الجمعيات والكيانات الكبيرة، منهم مجلس الشباب المصري اللي احنا بصدد بنتكلم عنه دلوقتي، وعن متطوعينه وعن لجنة الإغاثة بتاعته، وإن شاء الله نستكمل بقى المواضيع اللي احنا فيها دي في رمضان، لأن رمضان بالنسبة لنا كمان مهم. الناس دي مش في بلادها ومش في بيوتها، فرمضان بالنسبة طبعا ليهم يمكن يكون مختلف، لكن إن شاء الله ربنا يقدرنا نقعد معاهم في كل حتة وفي كل إقليم وفي كل مكان. يعني إن شاء الله مقسمين رمضان ده بطريقة يعني إن شاء الله يعني تخلي نفسيتهم أفضل وأريح من الاضطراب اللي هم فيه. موجودين النهاردة لتنفيذ برنامج مساعدة الأسر الفلسطينية، دي أحد البرامج اللي شغال عليها مجلس الشباب المصري. النهاردة بنعبي المواد الغذائية، هنوزع المواد الغذائية دي على الأسر الفلسطينية المتواجدة داخل 28 محافظة. في جزء من المساعدات دي هيروح للأسر الفلسطينية الموجودة في العريش، في مجموعة من المواد الغذائية هتروح للأسر الفلسطينية الموجودة سواء في محافظة الجيزة أو في محافظة القاهرة أو في محافظات الدلتا أو في محافظات القناة. المساعدات ضمت أيضا مواد لوجستية وإعاشية متنوعة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم قبل دخول شهر رمضان المبارك. احنا شغالين زي ما حضرتك شايف المتطوعين، اول ما تم طرح عليهم المشروع ورؤيته هم حبوا جدا الموضوع ان هم هيشاركوا وان هم هيوصلوا للاسر الفلسطينيه وهيوصلوا لهم الحاجه لحد عندهم، وهيبداوا يساعدوهم وهيبداوا يشوفوا ويسمعوا منهم تجربتهم في اللي بيحصل هناك، غير ان هم بيشوفوه على التلفزيون. او كمان مجموعه من المتطوعين منهم شاركوا في ان هم يوصلوا المساعدات لحد المعبر هناك. النهارده متواجدين بقالنا اكتر من يومين هنا في اكتوبر علشان نجهز التعبئه الخاصه بالمواد الغذائيه اللي بتوصل لاهالينا الفلسطينيين المتواجدين بجمهوريه مصر العربيه. النهارده بيتم اعداد مواد غذائيه على اعلى مستوى، كميات كويسه جدا ومعقوله. احنا النهارده موجودين هنا علشان اخواتنا الفلسطينيين، احنا بنجهزنا مساعدات ليهم لدخول رمضان. احنا موجودين هنا بقالنا 48 ساعه. المساعدات مكونه من مساعدات غذائيه وملابس وبطاطين. المساعدات اللي اخواتنا بيحتاجوها احنا موجودين هنا على مدار 48 ساعه بنجهزهم، وان شاء الله تسلم النهارده. برنامج مساعده الاسر الفلسطينيه جاء في إطار الموقف الرسمي والشعبي الذي اتخذته مصر ليس فقط منذ بداية الأزمة الحالية، بل هو موقف مصر التاريخي منذ نشأة القضية الفلسطينية.